بالنسبه للكاطا كاينه بعض الاخوان اللي خاصهم شويه ديال الخدمه. صراحة درت المجهود ديالي كامل الاخوان، حاولت خدمت زعما مزيان وداك الشيء، ولكن اش غادي دير؟ هادشي فيه الخساره وفيه الربح، ماشي ديما كيجيبها. المهم الاخوان راه اش غادي نقول لكم، والله ما تمنيتهاش كاع هكا. انا خدمت مزيان الاخوان ودرت المجهود ديالي بزاف بزاف، زعما اش غادي نقول لكم، ولكن داكشي ما كانش في الصالح ديالي. المهم الله غادي يعوض هادشي ان شاء الله. السلام عليكم، كيفاش هاد الربح وكيفاش الخساره وعلاش كنديروا في هاد الاول ديال الفيديو باش تفهموا كل شيء؟ خليكم معنا حتى الاخر على حقاش غادي نديروا في هاد الفيديو التحكيم، امتحان جهوي في التحكيم. هاد الفيديو غادي تشوفوا كيفاش وجدنا لهاد التحكيم وكيفاش وصلنا حتى درنا التحكيم وشنو درنا من قبل، كيفاش وجدنا وكيفاش بريبارينا في هاد الفيديو ان شاء الله. هنايا كنا كنتعلموا في حالة التعادل اشنو غادي نديرو، كيفاش غادي نديرو هونتي. كيعلمنا الاستاذ ديالنا كيفاش غادي نديرو هونتي في حالة الى وقع عندنا التعادل. Thank you.
الفني. واش في نظركم هاد البريباراسيون كامل وهاد الشي كامل اللي وجدناه كافي باش ننجحوا في الامتحان؟ باش نعرفوا الجواب ديال هاد السؤال نتابعوا الفيديو ونشوفوا. المهم الاخوان دابا يلا عاد خرجنا من سميتو من الاسئله درنا سميتو الاسئله ديال الكاطا والاسئله ديال الكوميتي. صراحه داك الشيء توترت في الاول لا حقد المعقول مزيان ما نقول لكمش ما خفتش ولا ولكن مع كيبدي الاسئله وداك الشيء وكترتاح مع الوقت اوكي. وكاين اصلا كاين 17 ثانيه واه كل سؤال كاين 17 ثانيه خاصك 17 ثانيه تفوتها يفوت السؤال وصافي الا ما جاوبتيش عليه راك مشيتي. المهم دابا حاليا غادي نديرو كيسميتو الكوميتي لاربيتر في الوسط لي جيج وتحكيم وداك الشيء باش من بعد هنا انا مازال عندي الكاطا. حبيت الاخوان جا معايا حبيت هو مهني عنده غير الكوميتي عنده غير الكوميتي وهاي يمشي يدير كيسميتو انا غادي نبدل عاد كيسميتو الاخوان. المهم يكون خير الاخوان ان شاء الله. راه كتبا فهمتيني ولا والله الا متوتر حق الله العظيم ولكن كان ضغط على التوتر ديالي هادشي عادي. اي امتحان كنديروه فهمتوني ولا اي امتحان كنديروه اول مره مثلا والا بغيت تنجح بغيت فهمتي ولا كيجيك هذاك التوتر. هادشي نورمال ولكن ان شاء الله منين ندير الكاطا ما يجينيش هاد التوتر حيت ما كنحملش نتوتر وانا كندير الكاطا. صراحه ملي كنجاوبو في كيسميتو في على في الكسبلاصه لو كيسميتو كتكون مرتاح لحقاش ما كتكونش
مطلوب منك شي مجهود، ولا تجيب هادو تجيب مثلا 36 سؤال صحيح ولا شي حاجه، ولا تجيب فهمتيني ولا. ولكن ملي كتجي هنا كتبغي تنجح وكتبغي تقاتل وداكشي فهمتوني الاخوان، وكتبغي تجيبها وكتوفر شي حاجه هادشي اللي كاين. المهم دابا غادي نشوفوا كيفاش غادي نديروا مع داك التحكيم، غادي يدخلونا يحسونا نديروها من هنا من هنا الاخوان. التصوير راه ممنوع الداخل، داكشي علاش كنعاود لكم انا من هنا على برا. المهم ندوزو. المهم الاخوان راه دوزت وساليت، درنا الاسئله في الاول، راه قلت لكم درنا الاسئله. من بعد دخلت درنا كسميتو، اولا درنا تحكيم في الكوميتي، درنا داك الشيء شويه في الوسط شويه في الجيش، انا كندوز على القاضي ما كندوزش على الحكم، داك الشيء علاش دوزنا داك الشيء فهمتي كان مزيان. ومن بعد جات الكاتا، درت الكاتا الاخوان سولوني، درت الكاتا حتى كملت اوكي، مشيت جلست كاين سي سبعة وسي عادل، سولوني شي أسئلة، واحد ثلاثة الأسئلة. الأول اللي تبلونتيت فيه شوية، ما جوج تانيين الأخرين كانوا أسئلة زعما جاوبت عليهم دغيا ما كاينش شي مشكل. وكنتمنى أن هادشي تكون داز بخير، زعما أنا درت المجهود ديالي الإخوان. مهم أنتم كما عارفين اللي بغى يدوز لاربيتر ولا شي حاجة، هادو هما المراحل، أولا كدوز الأسئلة ديال الكاتا، ومن بعد كدوز الأسئلة ديال الكوميتي، ومن بعد كدوز كسميتو مثلا كدوز. المهم اليوم هنا دوزوا لنا من بعد الاسئله ديال الكوميتي، دوزنا كسميتو درنا الاربيتر كسميتو باش يشوفوك على الكرسي كيفاش، في القاضي ملي كدير الجوج كيفاش، ملي كدير الاربيتر كيفاش. يعني احنا ما كيحكموش علينا على الاربيتر بزاف، لحقاش احنا ما عندناش اربيتر، عندنا يلا جوج باعت فهمتوني، يلا بادينا الاخوان يلا دايرين رجلنا فهاد الرحله اوكي. هادشي اللي كان من بعد ما درنا هادشي، وجدوا التور ديال الناس حنا اللي كيدوز امتحان على الكاتا، درنا كاتا في الوسط الاخوان، كنبداو في الصالي كنقولوا الكاتا ديالنا، كنساليو في الصالي صافي، كتمشي كتجلس على واحد الكرسي، وجدوا لنا واحد الكرسي تما جلسنا عليه، وكيعطيوك ثلاثه الاسئله ولا اربعه ولا خمسه، المهم على حساب فهمتيني ولا. الا دزتي مزيان في كيسميتو راه ما كتلقاش في الاسئله، راه ما كتلقاش شي صعوبات في دوك الاسئله اللي غيسولوك. وهذا الشيء اللي كان الاخوان، وحنا درنا الجهد ديالنا، وكنتمنوا نتوفقوا، وحاليا مازال ما كاينش النتيجه، ملي تكون نعلمكم ان شاء الله. وتحيه للاساتذه اللي دوزوا لنا هذا الامتحان، السي يوسف السبع والسي علي الكريم، وتحيه للرئيس الرئيس العصبه السي عزيز، الله يجازيهم بخير. وهذا الشيء اللي كان الاخوان. دابا اعلنوا على النتائج، واش غادي نقول لكم الصراحة درت المجهود ديالي كامل الإخوان، حاولت خدمت زعما مزيان وداك الشيء، ولكن اش غادي دير، هادشي فيه الخسارة وفيه الربح، ماشي ديما بنادم كيجيبها. المهم الإخوان راه اش غادي نقول لكم، والله ما تمنيتهاش كاع هكا، أنا خدمت مزيان الإخوان درت المجهود ديالي بزاف زعما اش غادي نقول لكم، ولكن داكشي ما كانش في الصالح ديالي. المهم الله غادي يعوض هادشي ان شاء الله. يا اخوان باغي نقلبكم شويه وتحزنوا معايا. المهم الاخوان راه هذا الشيء داز مزيان وبخير، وتبارك الله عليكم كاملين، والحكام اللي باغيين يدوزوا يكونوا عندهم الفكره على التحكيم وداك الشيء. هذا الشيء داز مزيان كما تمنيناه، والحمد لله رب العالمين، دزنا من هذه المرحله ديال الامتحان وحققنا النجاح اللي هو مزيان تبارك الله. السلام عليكم، سبعي يوسف المسؤول الجهوي ديال على التحكيم. اليوم كان عندنا واحد العرس رياضي اللي هو الامتحان ديال الحكام الجدد ديالنا اللي كيترقاو في الدرجات على الصعيد الجهوي باش ان شاء الله يصعدوا للصعيد الوطني. كان عندنا التحكيم بالنسبه للكاتا وبالنسبه للكوميتي، الحمد لله كان عندنا بالنسبه للكاتا كانوا 10 ديال القضاة، وكانت عندنا 16 بالنسبه للجوج، وبالنسبه للحكام ديال الكوميتي الحمد لله كاين بعض الاخوان اللي فرحونا بزاف، نظرا لان النقط ديالهم كانت مرتفعه بزاف، بحال الاخ فوزي اللي جاب 50 على 50،
هو والاخت ريحه مزيان زعما نشكرهم بزاف. هذا الا كيدل على شي حاجه كيدل على الاجتهاد ديالهم والاستمرار ديال التدريب في النادي ديالهم، هذه حاجه مفرحه. الاخوان الاخرين حتى هما ما كانوش بعاد بزاف، هذا كيشجع انهم يستمروا في هذا الميدان. هذا بالنسبه للكاطا كاين بعض الاخوان اللي خاصهم شويه ديال الخدمه، ولكن اون جينيرال في المجموع كاين تقدم وكاين شباب اللي ان شاء الله غادي يرفعوا المشعل ديال الكاراتي وغادي يخلفوه الجينيراسيون اللي سابقه. ونتمنى التوفيق للجميع والسلام عليكم. قبل ما نساليو الفيديو الاخوان، كنبغي نشكر مجموعه الواتساب تحكيم الكاراتي، وكنبغي نشكر الاستاذ موسى احلي اللي وقف معنا نهار الامتحان وما حرمناش من الدعم ديالو، وكنبغي نشكر بالدرجه الاولى الاستاذ ديالنا عبد الله احلي اللي تقاتل معنا ليل ونهار واللي راجع معنا الاسئله كاملين ووجدنا الامتحان واعطانا من وقته بزاف بزاف، بلا به ما كناش غادي نوصلوا لهذا الشيء اللي وصلنا دابا. كنبغي نشكرو بزاف بزاف، وهذا الشيء اللي كان الاخوان. كنتمنى الفيديو ديال الاعجاب ديالكم، نتلاقاو في فيديو احسن من هذا ان شاء الله. السلام عليكم.